مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في ضيف الظهيرة. تتجه الأنظار يوم الاثنين المقبل إلى اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة عزيز أغنوش والنقابات التعليمية من أجل الحوار بشأن الأزمة التي تشل المدارس العمومية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الأستاذ الدكتور عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أهلا بكم أستاذ عبد العزيز الرماني. بداية، أهلا وسهلا محمد، مرحبا بك. بداية، هناك الكثير من الآمال هي معلقة في الواقع على دعوة رئيس الحكومة للنقابات التعليمية من أجل الحوار يوم الاثنين. هل تتوقع أن يحدث هذا اللقاء إذا تم اختراقا في هذه الأزمة أم لا؟ أولا، هي المبادرة مهمة، مبادرة رئيس الحكومة مهمة، مهمة بزاف، مهمة على بزاف الجوانب. الأولى هو أن الحوار هو آلية من الآليات اللي كيمكن تخرج عليها نتائج واتفاق، يعني كيف ما كان الحال كيكون عنده الوقع ديالو، كيكون عنده التأثير ديالو. الثانية هو أننا أمام مؤسستين، المؤسسة الأولى هي مؤسسة الحكومة والمؤسسة الثانية هي مؤسسة النقاب، وبجوج كتجمعهم مؤسسة نقابة عفوا بكل ما يتفرع عنها، حتى التنسيقيات كيمكن يدخلوا هنا، وبجوج كيتفرع عليهم واحد المؤسسة هامة المغرب رائد فيها، هي مؤسسة الحوار الاجتماعي. قررت الحكومة ديال السي أغنوش أنها تعيد تحيي الحوار الاجتماعي، لأن رئيس الحكومة الأسبق السي بن كيران يعني في مساره وهذا أسلوبه شيئا ما همش الحوار الاجتماعي. بالنسبة للسي أغنوش قرر أنه يحترم مؤسسة الحوار الاجتماعي في زمنين أو مناسبتين. المناسبة الأولى أنهم يطلقوا في أفريل، ومن طبع الحال لما كنقولوا أفريل كنقولوا الشهر اللي يجي من وراء هو ماي، ويعني مني كنتكلم على ماي كنتكلم على عيد العمال، على عيد الشغل فاتح ماي. والمناسبة الثانية هي سبتمبر، وهذه حتى هي عندها علاش، لأن مني كنتكلموا عليها كنتكلموا على الفترة اللي كتكون فيها الحكومة كتوجد قانون المالية، فكتكون عندها رؤية كتعرف شنو كاين. تفضل. حينما ذكرت مسألة الرؤية أيضا أستاذ عبد العزيز الرماني، هذا يحيلنا أيضا إلى الفترة التي سبقت هذا اليوم، وهي فترة كانت موسومة بموجات متتالية من الإضرابات في الواقع، شلت فيها المدارس العمومية ووضعت فيها ملايين ساعات التدريس. برأيك لماذا أخفقت برأيك قيادة الحوار في المرحلة السابقة؟ ونتحدث كما ذكرت عن أسابيع متتالية من الإضرابات، عن لجنة وزارية تم إحداثها لم تتمخض عن شيء، عن دعوة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للنقابات، قيل في الإعلام أنه وجهها للنقابات وهذه الأخيرة قاطعت الدعوة. إذا صح ذلك، لماذا أخفقت قيادة الحوار في إخراج هذا الحوار من أزمته؟ تعرف سي محمد، هذا السؤال هو كل هذا الحوار اللي كنجريوه أنا وياك، وهذا السؤال الأهم، الحلقة الأهم. عرفتي علاش؟ لأن كاع اللي واقع سببه ضعف التواصل، سوء التفاهم، ضعف التقارب، ولكن نقدر نمشي بعيد ونقول التعنت. تعنت بكل جوانب، ما كنهضرش على الجانب دون الاخر، لان كيخلي فرصه لجهات اخرى كتدخل وتسرب وسط الازمات، وهذو هما اللي كيعيشوا في الازمات طبعا. اذا مزيان انه اعتق رئيس الحكومه في الزمن، لان الهدر المدرسي في الزمن المدرسي كان كيضيع، وكتضيع معاه عائلات، وكتضيع معاه جيل غادي باش كيقرا، وبالتالي الزمن المدرسي فيه هدر كبير جدا. الثاني هما الأساتذة اللي هما مطالبين بحق مشروع في إطار مطالبهم المعتادة وممكنة، أنهم يتحاوروا. يعني مني كنقول أنهم يدفعوا مطالب، يعني طالبين يتحاوروا. الثانية هما أنه دخل عليهم بجوج، لا الأساتذة ولا الحكومة، دخل عليهم المشوشون وما أكثرهم، يا من الحكومة يا من الحركات يا من الأحزاب يا من الأساتذة، في حين أنه وكما رأيت وطالعت وشفت أن المشاكل محدودة، أن الإمكانيات موجودة، هذا الإيقاع اللي كنتكلم عليه، أن إمكانية الوصول إلى حل لكل المشاكل أو جزء منها أو طرف منها وفق التفاهم ممكن جدا. إذن مبادرة رئيس الحكومة هي محمودة جدا. طبعا الجهات اللي كانت كتسهر وكتنقم وكتنظم
هذه التظاهرات والاحتجاجات وغير ذلك مهم، لكن عندي ملاحظة سي محمد أن التنسيقيات أصبحت أقوى من النقابات. عندنا 18 تنسيقية، عندنا 14 نقابة اللي يمثل فيها أمام في البرلمان قليل، معناه عندنا خلل في التوازنات. واش يمكن نصلحوه ولا نصلحوه؟ الزمن دابا ديال الحوار، ديال وقف هذا الهدر المدرسي، هدر الزمن المدرسي، ضياع التلاميذ، ضياع الأسر، ولكن أيضا ضياع حتى الأساتذة، لأن عقوبات كتم بحقهم وغير ذلك، فهذا ضياع. احنا خصنا نزيدوا القدام، أولا نتحاوروا ونوجدوا حلول. طيب في الواقع لمست أنت صلب الإشكالية المرتبطة بمطالب الأساتذة، وهي ترتبط أساساً بالنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين. إذا كان واضحاً أن الهيئات التعليمية بنقاباتها، وأنت ذكرت أيضاً تنسيقياتها وهي أيضاً فاعلة، إذا كان واضحاً أن هذه الأطراف لا تريد العودة للعمل في ظل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية كما تم نشره، فما الهوامش التي يتعين أن تتحرك فيها الحكومة لإعادة الحياة إلى المدرسة العمومية برأيك؟ اهتميت بهذا الملف بزاف، لأنه ملف عنده طابع اقتصادي واجتماعي، وهذا تخصصي، اهتميت به بزاف ودرسته بكل حيتياته. مني كتسمع للأساتذة في الجانب الآخر ولا للناس اللي بشوف يعني كيبان لك بأن الحلول سهلة، القناطر كاينة للحوار كثيرة. مني كتسمع للحكومة المسؤولين ديالها اللي مسؤولين حتى على لسانهم، كتبان لك القناطر موجودة وكثيرة جدا. إذا معناه أن الجلسات هي التي ستؤدي. أشنا هو النظام الأساسي يا سي محمد؟ هو مسائل توجدات، ماشي قرآن، ماشي قرآن باش إلا دخلنا فيه نقولوا كنحرفوا كلام الله. هو اجتهاد من الحكومة إطراء حوار لم ينجح، يمكن كان مجهد لسبب من الأسباب، وغالبتها اللي تبين لي هو سوء الفهم والتفاهم والتواصل. خرج عليه واحد النظام أساسي، يبدو أن القاسي فيه هو نظام العقوبات، يبدو أن نقاب العقوبات يمكن نراجعهم ونخليهم الوظيفة العمومية، يبدو الطرف الثاني هو أن كانوا متعاقدين وكانوا نسبع الوظيفة، يمكن واقع سوء قراءة بعض المواد في هذا القانون. معناه أنه بإمكان الجهات المعنية الآن أو المشرفة على الاحتجاجات والإضرابات وغير ذلك باش تقدم بالرؤية ديالها، الحكومة تعيد قراءتها. عندها تبارك الله خبراء قانون وخبراء في الصياغة وخبراء في كذا، كيبني بالله ممكن جدا الوصول إلى حل، وهذا الوصول ينفع المغرب حاليا في الاستقرار الاجتماعي ويعيد التلاميذ إلى أقسامهم وفصولهم. وهذا هو الأهم. أستاذ عبد العزيز الرماني، أنت ذكرت مسألة أيضا مهمة جدا، وهي في الواقع تثير سؤال آخر. هل كان الرهان الاستراتيجي للحكومة في المرحلة السابقة في تدبيرها لهذه الاحتجاجات هو أن لا تراجع النظام الأساسي كما وضعته ونشرته؟ وهل يبدو لك أنه لا محالة من أن يراجع في الاتجاه الذي يضمن هذا السلم الاجتماعي وهذا الاستقرار في المدرسة العمومية أنت؟ هو اتسعت والشقة يعني تعمقت جدا يعني في عمقها الأبعد في الفترة ما بين 2012 و2020 بسبب قرار، أنا قلت في الأول كلمة تعنت هي حقيقة، بسبب قرار تعنتي يعني مزاجي، نخليها هكذا حسن خفيفة مزاجي، أنه لا حوار اجتماعي مع النقابات، وبالتالي ظهروا التنسيقيات السي محمد. إذا لما ظهروا التنسيقيات كمجتمع مدني، كناس كيتصرفوا لا مع النقابات ولا مع الأحزاب، يعني بعادت الثقة بين الطرفين، بعادت ما بين أيضا زادت الشقة. معناه أن هذا هو اللي توسعت بزاف، يجب الآن تقريبها مادام كاين حسن النية. حسن النية عند رئيس الحكومة، أنا أتكلم على رئيس الحكومة بالخصوص الآن، حسن النية عند البلد كوطن، لأنه محتاج باش ولادو يقراو، محتاج الاستقرار الاجتماعي ونمشيو كاملين جميع، وحسن النية أكيد لأن الأساتذة هم مربيو الأجيال، هم ولادنا، هم منا، ماشي شي فرع اللي جنزل علينا من السماء فجأة، كنا احنا مستقرين، جات الانتخابات، جات حكومة اللي كيقودها التجمع الوطني الأحرار أو غيرها، عاد تنزلوا هاد الناس من السماء. لا، هاد الناس اللي بعد بينهم وبين الحكومة هو ذاك التوقف، ذاك التجميد ديال الحوار الاجتماعي. الآن ما كيناش مشاكل،
وهذه سمعت واهتميت بتصريحات الوزير المنتدب للميزانية، لأن تصريحات مهمة كيقول لك ما كاين حتى مشكل، لأن اللي تقال عليه ما هو إلا إشاعات، اللي ترد ما هو إلا إشاعات. هذا مهم جدا. سمعت التصريحات ديال المسؤول رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش كيقول لك أنا مستعد للحوار، ومن طبيعة الحال بعيدا عن الأخذ والرد والجذب وكذا، دائما في الحوار الاجتماعي، دائما في المفاوضات العصا تؤخذ من الوسط، وهذا مهم جدا أقولها، لأن تخصصي هذا، ما دمت كنتكلم على مجال تواصلي، العصا تؤخذ من الوسط، والحوار يمكن أن يفتح أبواب كثيرة، أبواب في الزمن، معنى الحاجة اللي ما تحققش في 2024 تحقق في 2025 تحقق في 2026، معناه الحاجة اللي ما لايقاش تتحيد. علاش؟ لأنها ما لايقاش، مادام يقنعوا بجوج الأطراف بعضياتهم، يحسوا بجوج باللي راه ما لايقاش، إذن تحيد. معناه أنه إذا كان شيء تقل على الميزانية فيما يخص الجانب الخاص بالتعويضات، من طبيعة الحال يتخفف، وكل شيء باغي الخير لهذه البلاد. وهذوك حتى هما راه آباء بالنسبة للمعلمين والأساتذة، أنا أقول الأساتذة راهم آباء وراه عندهم أبناء، من طبيعة الحال كيقراو، ومن طبيعة الحال خصهم يصونوا مستقبلهم. وكلهم أيضا لديهم نفس المخاوف أيضا بشأن الموسم الدراسي وبشأن الهدر المدرسي وأيضا مصلحة التلاميذ. بودي أن أسألك أيضا، هل ذكرت أنت نقطة أساسية جدا هو أنه في هذا الوضع الجديد هناك النقابات وهناك أيضا تنسيقيات، وأريد أن أسألك عن الكلفة السياسية لهذا الوضع، لأنه النقابات أيضا تقول بأنها لم تشرك بشكل جيد في مسار وضع هذا النظام الأساسي، وهو ما نجم عنه الآن أنه هناك تنسيقيات موجودة. ما أهمية أيضا أن يؤخذ من الجانب الحكومي أهمية ترك المساحات الكافية للاشتغال وإعطاء أيضا لنقول الهوامش الكافية للتحرك للنقابات أساسا؟ سؤال ديالك مهم بزاف، لأن اللي كان كيخلعنا وكيخوفنا احنا كمتتبعين ومهتمين ومراقبين للوضع شنو كيوقع، هو تباعد ما بين اللي يمكن يحصل ما بين الحكومة كحكومة كمؤسسة، وما بين التنسيقيات كفرع تابع للمجتمع المدني، فهم في الإطار وتقوى من طبيعة الحال، وهذا شيء طبيعي. ولكن هذه فرصة الآن، هذا السؤال اللي قلتي فرصة باش نفضي، وبعدها هذا المشكل كما يمكن نقولوا نوجدوا، يعني صلات القرب بين الأطراف كلها المتواجدة، كيتبين لي بأن النقابات عندها تواصل دائم مع التنسيقيات. هذا الذي استقيته أيضا من حديث نقابيين تحدثنا إليهم في هذه البرامج، يقولون بأنه ليس هناك خلاف مع التنسيقيات، نحن نشتغل للهدف نفسه وفي صف واحد يقولون. وهذا هو اللي جميل اسم محمد، ما دام الهدف موحد فما كاينش إشكال بعدا بالنسبة للأهداف. إذن كيمكن يوجدوا تقارب ما بين التنسيقيات والنقابات، وكيمكن النقابات تعيد النظر في الهيكلة ديالها وفي الأسس ديالها وفي التوجهات ديالها وفي الأهداف ديالها باش تعاود ترجع كما كان، وهذا طبيعي، وهذا كيعرفوا حتى هما وكيقولوه. وكيمكن الحكومة تسهل هذه المهمة لأنها متكونة في آخر المطاف من أحزاب، ثلاثة الأحزاب ديال الأغلبية، ومن طبيعة الحال عندها نقابات، فإذا كذراع نقابي من طبيعة الحال، فإذا لابد من إصلاح يأتي مهما طال الزمن لهذا الجانب أيضا. شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي وتضامني على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.